وهذه قصة شخصيتنا بالحب والصبر. عاشت الملكة والقرينة للملك البريطاني تشارلز الثالث سيدة قصر باكنغهام الجديدة كاميلا باركر سنواتها 75 الماضية، لتصل في النهاية إلى القبول من الناس ومن الملكة الراحلة إليزابيث التي باركت وصولها الوشيك إلى لقب الملكة العقيلة قبيل وفاتها بأشهر. كانت الملكة العقيلة الجديدة حباً قديماً لتشارلز، وهي تعرضت لأسوأ حملة علنية، فهي المتهمة الأولى والأخيرة بالنسبة لكثيرين ومنذ سنوات بأنها قضت على الحياة الزوجية لتشارلز وديانا. كاميلا دخلت القصر بعد ديانا في عام 2005، راقبت الصحافة مظهرها وشخصيتها الخجولة. العائلة المالكة لم تفضلها كزوجة لملك المستقبل، لكن العلاقة انتصرت في النهاية. تمضي الأيام، دوقة كورنوال تجتاز العواصف التي لحقت بها بعد زواجها من ولي العهد، تعزز مكانتها بالأسرة الحاكمة وتتصدر المشهد قرب زوجها الذي بدأ يتجهز لأن يكون الملك المقبل. بثوب أسود أنيق وخطوات مليئة بالهيبة والوقار الذي تفرضه ظروف رحيل الملكة، تمشي كاميلا بخطوات ثابتة وهي تودع سيدة بريطانيا لأكثر من نصف قرن، عارفة في سرها أنها ستكون السيدة المقبلة لسنوات قادمة.